نعمل الشراب اللي هو بالغازة الأمامية. هنعمل عقدة البداية، هنتفق على 4 سلاسل أو 3 سلاسل كفاية، ونقفلهم بمنزلقة، ونتفق 3 سلاسل، ونعمل جوه الدايرة 14 عمود بلف جوه الدايرة، مش جوه المنزلقة اللي دخلنا فيها، جوه الدايرة ذات نفسها. ادي 1 2 3 4، كمل 14 وارجعلك. عملنا 14 عمود. هنعمل العمود الأمامي ازاي؟ هنسيبنا من السلاسل دي ومش هنقفل بالمنزلق، هنجيب علامة عشان نعلم أول السطر. هناخد لفة، مش هنخش في الفي، هنخش من تحت العمود كده، يعني العمود اهو هنخش من تحته كده، ونعمل 2. السطر ده هنمشي غرزتين في نفس الغرزة، غرزة غرزتين غرزة، مرة تزايد ومرة واحدة. ادي عملنا اول 2، اول واحدة، ونعلم اول عمود احنا عملناه عشان احنا شايفين المنزلقة. علمنا اول عمود احنا عملناه، هنا عملنا 2، بعد كده نعمل 1 بس. ادي عمود، بعد كده نعمل عمودين. ادي اول واحد، تاني واحد، بعد كده عمود واحد، بعد كده عمودين. ادي 1 2، بعد كده نعمل عمود، بعد كده 2، وهكذا هكمل واجي. عملت السطر التاني، ده اللي هيطلع 21، تمام. هشيل علامة، بعد كده هنمشي اول واحدة بس تزايد والباقي كله عادي. اول واحدة بس تزايد لحد ما يوصل بالعرض بتاع رجلك، يعني مش شرط كام سطر بعد كده اقول لك وقف التزايد. ممكن سطرين ثلاثة وتوقف التزايد حسب عرض رجلك، يعني اول غرزة هنعمل فيها 2 عمود. ادي اول واحد، تاني واحد، واعلم اول واحد عشان لما اجي اعمل الفردة التانية يبقى اعرف العدد كام، واعمل الفردة التانية زيها، تمام، ما اشيلش العلامة. خلاص عملنا اول 1 2، هنمشي الباقي كله واحدة بس، كل غرزة واحدة بس، مش هنمشي تزايد غير اول واحدة بس اللي هنعمل فيها تزايد، تمام. اهو كل واحدة واحدة، كل غرزة عليها غرزة. كمل السطر ورجتين. خلصت السطر ده كده، طلعوا معايا 22. السطر اللي فات كان 22، واحنا زودنا في اول واحده بس غرزه يبقى دول 22. هنزود واحده كمان في السطر ده، في اول واحده بس هنعمل 2. ادي اول واحده، تاني واحده، في اول غرزه بس اللي بنعمل تزايد، ونعلم اول واحده احنا عملناها، والباقي برضه نمشي واحده في الغرزة، نعمل واحدة بس الغرزة اللي بعدها، واحدة بس نعمل الغرزة اللي بعدها، واحدة، ونمشي برضو كل واحدة لحد الآخر. او خلصت السطر اللي بعده، بقى معي 23 عشان ازود تاني. انا كده خلاص، ده عرض رجلي، قصته بتاع قدي كده، تمام. هكمل كل واحد بس لحد مش تاني، لحد اول رجل مش رجلك، لحد اول مش رجلك، يعني فاهمين كده، همشي بيه لحد مش رجل كل واحده.
مش هزود تاني، بس اللي مش هي... اللي ده هيبقى ضايق عليه يزود تاني، يعمل تزايد في اول واحده لحد ما يوصل العدد اللي هو عايزه. انا همشي كل واحده واعلم برضه عشان عدد الغرز عارفه قد ايه في الفايده التانية، والطول اللي هتطلعي بيه. تمام، نعمل غرزه في كل واحده، اهو واحده بس في كل غرزه واحده كده، كل غرزة نعمل واحدة بس، كل غرزة واحدة. هكمله بقى لحد طول رجلي وارجع تاني، عمالة ارتفع اهو لحد الطول اللي انا عايزاه، ماشية كل واحدة واحدة اهو، مبزودش بقى خلاص، بما ان انا وقفت التزايد بتاعي على العدد اللي انا عايزاه. كل واحد يوقف التزايد عند العدد اللي عايزه ويكمل كل واحدة واحدة لحد ما يوصل بالطول لرجله برضه، اللي هو لحد مش رجل بس اهو. كل واحدة واحدة، كل غرزة فيها غرزة، لحد ما وصلت لي العلامة اشيلها واعمل مكانها واحطها تاني برضو مشيلهاش، عشان الفردة التانية تبقى عارفة انت عاملة كام سطر وكام غرزة. هفضل ماشية بقى لحد ما اوصل لطول رجلي واكمل. انا كده خلصت الطول اللي انا عايزاه، العلامة لسه سايباها. هنقفل، هنشيل علامة ونقفل بمنزلقة ونعمل سلسلة ونشد. عملت سلسلة وشديت الفيطة اهو، هقص هيبقى كده في الحتة اللي هي عملنا فيها التزايد دي باينة، خليها تحت ونخلي من فوق من غير التزايد كده، يعني نخلي التزايد تحت ونحاول نشوف اول. ماشي، نخلي تحت ونخلي ده الوش. تمام، هنعلم بقى ازاي كل واحد حسب عرض رجله، يعني شوفي عرض وش رجلك من هنا اتعلمي بالعلامتين، يعني حوالي تلت ربع كده يعني الغرز، يعني بالنسبة لي مثلا مينفعش اقولك عدد يعني وانتي تمشي عليه، قيسي وحددي كده. تمام، مثلا ده عرض مهم، كل واحدة تحدد عرض ليها وتحطي دبوسين كده، ونجيب الخيط اهو، بعد العلامة مالناش دعوة بالعلامة، السلسلة اللي بعد العلامة هنعمل الخيط، هنشبك الخيط ونرتفع تلاتة تلات سلاسل، هناخد عمود وناخد لفة ونخش نعمل عمود أمامي تاني كده، اللي بعده عمود أمامي اهو في كل واحدة واحدة، مفيش تزايد تاني خالص. لحد اول السلسلة فاضي اللي هو اتنين ووصل السلسلة، قصدي الابرة، معلش. نعمل في كل واحدة واحدة،
شوية زيت او كده، ودول مش هنعمل فيهم، هنفضل نمشي كده لحد اخر كعب رجلك بقى، لحد رجلك كلها. مرتفع 3 هنا، هنعمل مرة امامي ومرة خلفي، ده كان امامي، المرة دي هنعمل خلفي.